حنسمع تعليق باسم وبصوت المعلق عصام الشوالي. يبقى الأمل موجود والذكريات خادمة في سودان جديد متجدد وعيون جريئة أسماء كبيرة تلالت في سماء السودان والسودانيين، ولكن هنالك وقفة، هنالك إمكانيات، هنالك روعة. إذا تحدثنا عن الصخرات الجميلة المرت في تاريخ أيام ممتعة، نقول أيام حي العرب الذهبية، العصر الذهبي، كان هنالك اسم كبير يدعى ترتار، وما أدراك ما ترتار، والليالي الجميلة من ترتار، وأيضا أسماء رائعة جدا من أنور حجاج، وكيف لا تذكر الأسماء الذهبية وسخر حجاج. إذا حي العرب والسودان تألقت، قدمت، تألقت، وقول الدم والذهب يرمزان للمريخ، صاحب الكوسة المحمولة جوا على خلفية انتصارات قادمة ثابتة في تاريخ المريخ والمريخات، ولكن نقول النيلين الأزرق والأبيض يرمزان للهلال، صاحب الفن، الذوق، الأدب، الجمال، وظلموك يا هلال حينما سموك هلالا وأنت بدر الدم في ليلة الدجى، ولكن نقول إذا برز بيزا تاريخي الكولوسوم الأسطوري، فأن البحر الأحمر وأهله لهم مكان من الأساطير، فمن ذا؟